رسالة أبثها لكل إنسان لم يجعل له من يومه وردا من القرآن. قل للذي هجر الكتاب وما تلا من يومه وردا من القرآن، أتراك تبصر للسعادة موطنا أم تاه قلبك في دجى الأحزان، أم تاه قلبك في دجى الأحزان. ما هو الحل؟ قال الله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.